منذ فجر التاريخ آمن المصريون القدماء أن الحضارة وخلودها بناء لإنسان سليم الجسد والفكر والروح، ففطنوا إلى أهمية الرياضة، وحملت ألعابهم قيم المساواة واللياقة البدنية والامتياز، وابتكروا الجمباز، السباحة، المصارعة، الملاكمة، التجديف، المبارزة، الهوكي، الرقص الإيقاعي، رفع الأثقال، الفروسية، كرة اليد، والقوس والسهم، وبرعوا في العدو الذي كان أحد أهم طقوس تولي ملك جديد لحكم البلاد. ومرت آلاف السنين وابتكر الإغريق القدامى الألعاب الأولمبية، ذلك الابتكار الذي ولد من أجل السلام لتكون فترة الألعاب هدنة للحروب المستمرة بين بلاد الإغريق. وفي العصر الحديث نادى عاشق الرياضة البارون الفرنسي بيير دو كوبرتان إلى انطلاقة جديدة للألعاب الأولمبية، حتى حصل في المؤتمر الرياضي الأول الذي أقيم بجامعة السوربون بباريس عام 1894 على موافقة المجتمع الدولي، وهو المؤتمر الذي حضره مندوب 13 دولة. وتشكلت أول لجنة أولمبية دولية برئاسة اليوناني ديمتريوس فيكيلاس مندوب اليونان في المؤتمر. ولكن إقامة الدورة الأولى بأثينا عام 1896 واجهت تحديات مالية كبيرة، فتبرع الثري جورجيوس أفيروف تاجر القطن المصري اليوناني الأصل بمليون درهم لإنقاذ الدورة، وهب اليونانيون لجمع التبرعات لتقام الألعاب، ونجحوا في ذلك. بعد انتهاء الألعاب أصبح دو كوبرتان رئيساً للجنة الأولمبية الدولية، وكان قد سجل قائمة بأسماء قادة الرياضة في العالم ليساعدوه في نشر الفكر الأولمبي، من بينهم أنجلو بولوناكي اليوناني الجنسية المقيم في مصر. كان بولوناكي أول لاعب في مصر يشترك في مباريات رياضية خارج الأراضي المصرية، كما ساهم في تأسيس عدة أندية والاتحاد المختلط للأندية المصرية وبعض الاتحادات الرياضية. وفي عام 1910 تأسست اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة الأمير عمر توسون، وصار بولوناكي سكرتيراً عاماً للجنة. في العام نفسه تم ترشيح بولوناكي وتعيينه عضواً باللجنة الأولمبية الدولية وممثلاً لها بمصر، وأصبحت مصر العضو 14 بها. وبدأت مصر المشاركة في الدورة الأولمبية التالية بستوكهولم عام 1912 في لعبة السلاح بلاعب واحد هو أحمد حسنين، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للديوان الملكي. وفي عام 1914 ظهر العلم الأولمبي لأول مرة رسمياً في مدينتي الإسكندرية وباريس في التوقيت نفسه، احتفالاً بالعيد 20 لتكوين اللجنة الأولمبية الدولية. وتوالت مشاركات مصر في الدورات الأولمبية بالمشاركة في دورة أنفرس عام 1920 وباريس عام 1924 وأمستردام عام 1928، وهي الدورة التي شهدت حصول مصر على 4 ميداليات أولمبية، هي ذهبية السيد نصير في رفع الأثقال، وذهبية إبراهيم مصطفى في المصارعة الرومانية، وفضية في الغطس من السلم الثابت، وبرونزية الغطس من السلم المتحرك لفريد سميكا. كما أحرز المنتخب المصري لكرة القدم المركز الرابع. غير أن مصر قاطعت الدورة التالية بلوس أنجلوس عام 1932 احتجاجاً على تمثيلها في اللجنة الأولمبية الدولية بيوناني. وبعد عامين تم تصحيح الوضع، حيث عين محمد طاهر باشا بدلاً من أنجلو بولوناكي الذي نقلته اللجنة الأولمبية الدولية مندوباً لها باليونان.